هبوط الأنف، الأنف الهابط سببه قد يكون وراثي، يعني الأنف الأفريقي، الأنف الصيني، أو قد يحصل هبوط الأنف بعد الحوادث، حوادث السيارات، حوادث الطرقات، السقوط، أو بعد العمليات الأنف. فبالتالي نحن العلاج هو بإعادة بناء الأنف عن طريق استخدام غضروف من الصدر، أخذ غضروف من الصدر من المنطقة هاي وزرعه غضروفين، نستخدم نزرع غضروف على ظهر الأنف وغضروف عند عمود الأنف ما يكون شايفين بالصورة. فهو استخدام غضاريف طبيعية من الجسم، نحن ما بنستخدم غضاريف صناعية، ما بنستخدم سيليكون ولا ميدبول ولا أي غضاريف تانية، فقط غضاريف طبيعية من جسم الإنسان، بيعطي نتائج باهرة. الأنف بصير مستقيم، الأنف بصير بارز، الأنف بصير طبيعي، الأنف بصير مثل الصيف، أنف سيدة، وبيرجع الأنف شكله طبيعي. العملية بتتم دائما تحت التخدير الموضعي مع المهدئ، العملية حوالي ساعة واحدة والخروج بنفس اليوم. معكم بشار بزري من مراكزنا في لندن ودبي.